الشيخ صالح، هناك من يرى أو بدفع النقود للفقراء بدل الأضحية، ويقول هذا أنفع وأصلح لهم. هذا تحويل للعبادة وتقليل من شأنها. الأضحية أفضل، الأضحية أفضل، يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته، وهي أفضل من الصدقة، لأنها نسك من المناسك التي شرعها الله لعباده، فلا تغير وتحول من هذا النسك العظيم تحول إلى صدقة. الصدقة أقل من النسك، أقل أجرا من النسك. نعم.